السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب أمين في حلقة جديدة من برنامج دكتور تك. دكتور تك من خلاله يتم الإجابة على أسئلتكم والتي نتوصل بها على صفحة محترفي الحماية، حيث كل أسبوع سنختار مجموعة من الأسئلة نقوم بالإجابة عنها. إذا لكي لا أطيل عليكم نمر إلى السؤال الأول: هل توجد طريقة للرفع من فعالية كارت الشاشة والرفع من سرعة الحاسوب؟ وشكرا لك أخي. إذا بالنسبة لطريقة للرفع من فعالية كارت الشاشة، هناك برامج معينة يمكنك من القيام بهذه الخطوة. يمكن أن ترى أو تشاهد حلقة خاصة بمحترفي الحماية حول كيفية مضاعفة كارت الشاشة. فقط اذهب إلى موقع محترفي الحماية، في قائمة البحث اكتب مضاعفة كارت الشاشة، ستجد هناك حلقة يعني أتطرق فيها إلى برنامج وأشرح فيه برنامج معين يمكن من الرفع من كفاءة بطاقة الشاشة. كذلك هناك طريقة أخرى للرفع من كفاءة الشاشة في حالة إذا ما كانت البطاقة بطاقة الشاشة الخاصة بك هي shared memory وليست dedicated memory. إذا كانت shared memory يمكن لك أخي الكريم أن تقوم بالرفع من كارت الشاشة انطلاقا من الرام، هذا إذا ما كانت أو إذا ما تواجدت هذه الخاصية في البيوس الخاصة بك. إذا لتتأكد يجب عليك أن تراجع البيوس الخاصة بك، تذهب إلى إعدادات البيوس، تبحث على AGP وترى أو تلاحظ ما إذا كان هناك إمكان للرفع من الميموري الخاصة بها. أما فيما يخص سرعة الحاسوب، فسرعة الحاسوب هناك كذلك مجموعة من الحلقات على محترفي الحماية والتي تحدثنا فيها على كيفية تسريع الحاسوب، ولكن لكي ألخص الموضوع يمكنك أن تسرع الحاسوب بتقليل الخدمات التي يمكن أن تعمل على الويندوز، مثلا الخدمات التي لا تعمل بها. فمثلا أنت لديك مثلا فأنت لست بحاجة إلى الفايروال الخاص بالويندوز، يمكنك أن تلغيه إلى غير ذلك. فكل هذه الخدمات التي ليس لديك أو التي لا تعمل بها أو الغير ضرورية، فأنا قد سبق لي وطرحت مقالة كنت تحدث فيها عن إلغاء الخدمات أو حلقة عفوا إلغاء الخدمات الغير ضرورية في الويندوز. حاولت أن أنتقي بعض الخدمات الغير ضرورية وقد شرحت كيفية إلغائها، يمكن أن ترجع إلى هذه الحلقة. لذلك هناك كذلك فيما يخص إذا كان الحاسوب نوعا ما أو إذا كنت تبحث عن الكفاءة، يمكن كذلك أن تقوم أو تذهب إلى الميموري اند بيرفورمانس المتواجده تنقر على بزر الفأرة الايمن على كمبيوتر، ثم تذهب الى ادفانس ثم بيرفورمانس ثم تختار ادجست ويندوز فور ذا بيست بيرفورمانس، تضغط على اوكي، ثم ستلاحظ ان الويندوز سترتفع كفاءة الويندوز. اذا هذه نقطة او هذه خطوة من الخطوات العديدة، فهناك الكثير من الخطوات التي يمكن ان تقوم بها. هناك كذلك مجموعة من الحلقات، ابحث عن الحلقات الخاصة بالويندوز، فمعظم الحلقات الخاصة بالويندوز تطرقنا الى عدة طرق. هناك عدة طرق، ما ذكرته الان هو فقط 10% فيما ذكرت في حلقات أخرى. إذا لدي سؤال آخر أمين، أرجو أن تجيبني في أقرب وقت. أريد أن أعرف هل هناك فرق بين ويندوز أصلي وآخر ليس أصلي حتى عند استعمال ويندوز لودر؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة الفروقات بين ويندوز أصلي وويندوز غير أصلي، كمن يقول لك المشكلة في الحماية، إذا كنت لديك ويندوز غير أصلي فإنك ستحمل تحديثات غير أصلية وستدمر حاسوبك. هذا أخي الكريم هو خاطئ، وهذا الفكر وهذا التفكير، وأتمنى أن يصحح الأعضاء معلوماتهم أن هذا الأمر غير موجود تقنيا وعلميا ومنطقيا، غير موجود. الفرق بين النسخة أصلية وغير أصلية هو فقط في أن النسخة الأصلية تستطيع أن تحمل التحديثات بدون مشاكل، أي تحمل وتثبت التحديثات تمكنك من الاستفادة من تحديثات أمنية ومن إبقاء نظامك في أمان. أما في النسخة الغير أصلية، فالنسخة الغير الأصلية عندما يتم اكتشاف أن نسختك غير أصلية فيتم منعك من التحديثات. هذا ما يحصل عندما تقوم بويندوز لودر أو تتحايل على الويندوز وبالتالي تستطيع تحميل التحديثات، فليس هناك أي اختلاف بين نسخة
أصلية ونسخة غير أصلية، كما قلت اللهم في أن إذا ما تم الكشف على أن النسخة غير أصلية يتم إيقاف التحديثات، يمكنك باستخدام ويندوز لودر أو غير ذلك إعادة كسر هذه النقطة ثم الاستفادة مرة أخرى من التحديثات. إذا لدي سؤال آخر يقول: أنا لدي نظام تشغيل ويندوز 7، المشكلة بالتحديد هي في خاصية تغيير خلفية سطح المكتب لا تعمل، حتى ولو فتحت صورة ببرنامج الذي يعرض الصور الموجود في نظام التشغيل لا توجد set as background. نعم أخي الكريم، بالنسبة لمشكلتك أنت أنك لا تستطيع تغيير خلفية الويندوز، فتأكد أخي إذا لم تكن تستخدم ويندوز ستارت اب. ويندوز 7 ستارتر لا يمكنكم القيام بمجموعة من الأمور، من بينها الأمر الذي تحدثت عنه الآن. فلهذا أخي الكريم، إذا كان عندك ويندوز ستارتر حاول أن تغادره إلى إصدار آخر من الويندوز بريميوم، إلتيميت، بروفيشنال، على حسب ذوقك. إذا لدي سؤال آخر فيما يخص. السلام عليكم أخي رغيب، أنا عبد الرحمن من السعودية، رأيت قبل مدة طريقة تركيب أو تسطيب نظام ماكنتوش على لابتوب هذه، كيف يمكن عمل ذلك وهل يمكن عمل شرح؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة لي بالنسبة لي تسطيب ماكنتوش على نظام حاسوب هذه، فالأمر أخي الكريم هو يستدعي أولا أن تتعرف جيدا على قطع الحاسوب وتتعرف كذلك على بنية المعالج، ثم تقوم بتحميل هاكنتوش أو مثلا ماكس سنو لورد باد إلى غير ذلك، وتقوم بتحميلها على حسب هندسة المعالج الخاص بك. يجب عليك كذلك أن تحمل قرص آخر، إذا هذا عندما تحمل القرص الخاص بالمال، ثم تقوم بتحميل آخر قرص خاص بالدرايفرات الخاصة بحاسوبك، تقوم بتسطيب بشكل عادي، أي تضع السي دي الخاص بالماك يسطب نفسه، ثم عندما يعمل ريستارت يجب عليك تضع السي دي الثاني الخاص بالدرايفر، هكذا لكي تستطيع تثبيت نظام ماك على حاسوب عادي. إذا سؤال آخر، أمين عندي بنتيوم 4 3 جيجا هرتز و 2 جيجا في الرام دي دي ار 2، 120 جيجا في القرص الصلب و 128 ميجا في الكارت الشاشة، ما هو البروسيسور الذي يصلح لمواصفات جهازي؟ 64 بت او 32 بت في الويندوز. نعم اخي الكريم، لقد شاهدت الصوره والصوره كانت توحي ان لديك 64 بت، فبالنسبه لي البروسيسور اخي الكريم او ما انصحك به هو استخدام 64 بت. بالنسبه لاعداد حاسوبك فاعدادات هي في المتوسط، اذا ما قارناها مع الرام، اذا قارناها مع البروسيسور كذلك، ف على العموم بالنسبه لويندوز 7 فاعتقد ان 64 بت هو نوعا ما، لان لديك بنتيوم 4 هو نوعا ما او بنتيوم 4، فالامر صعب جدا، لان الويندوز 7 يا اخرين هو يتطلب نوعا ما، نعم هما في الموقعهم يقول لك ان بنتيوم 4 هو كافي وواحد فاصلة كافي، لكن كل هذا من الناحية العملية ومن الناحية التطبيقية هو مستحيل وهو مجرب، لا محالة في فيما اقول الان، لا محالة للشك في فيما اقول الان، لان ويندوز 7 بنتيوم 4 لن يعملك جيدا، من الافضل ان تستخدم ويندوز اكس بي. هذه من نقطة. نقطة فيما يخص الاعدادات، لو كانت لو كان لديك مثلا بروسيسور ليس بنتيوم 4، كورديو او اي 3، 64 يبقى هو الاحسن، كافة المعالجات 64 بت هو اسرع من 32 بت. اذا لدي سؤال اخر يقول: السلام عليك أخي راغب، أحييك من مدينة حلب السورية، مرحبا بك أخي الكريم، وأدعو لك بخير على متقدم الوجود ومدونتك التي أستفد منها شخصيا. شكرا لك أخي الكريم. أخي الكريم، أحب أن أسألك حول مشكلة أعاني منها منذ فترة، وهي عندما أقوم بفتح بعض المجلدات التي تحتوي على فيديو على ويندوز 7 يقوم الويندوز بتغيير نظام الألوان بشكل تلقائي، فما هو السبب؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة للسبب يمكن أن يكون هناك بعض البرامج التي تستخدم ذاكرة كثيرة بالنسبة لويندوز 7 الخاص بك. لهذا أخي الكريم يجب أن تنقر على Control Delete، Control Alt Delete، وتذهب إلى Process، ثم تبحث أو تحاول تحديد البرامج التي تستهلك أكبر أكبر نسبة من الذاكرة. إذا وجدت بعض البرامج قم بتعطيلها وحاول دخول مرة أخرى، إذا وجدت نفسك أنك تدخل بدون مشاكل جيد. إذا ما وجدت أن الإكسبلورر هو من يأخذ حيز كبير أو شيء من هذا القبيل، فأخي الكريم حاول أن تحميل برنامج مالوير بايت
مالوير بايت، ثم ستقوم ب او اعمل سان لحاسوبك يمكن ان يكون كذلك هذا الناتج عن فيروسات حتى تتاكد. اما المشكل فهو يعني على العموم هو استهلاك، يعني الذاكره لديك يعني هناك برامج تستهلك يعني تستهلك قيمة أكبر للذاكرة، لهذا انتبه وحاول تحديد يعني ما هو البرنامج الذي يستهلك يعني ما قلته. يمكن كذلك أن يكون في حالة إذا ما كان هناك تروجن على حاسوبك أخي الكريم، يعني إذا ما كان هناك هاكر يراقبك أو شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث هذا المشكل كذلك. هذا ففي حالة إذا يعني في حالة لما لم يكن هناك برنامج يستهلك ذاكرة أكثر، فحاول أن يعني تشك في نقطة الحماية، يمكن أن يكون هناك تروجن أو فايروس على حاسوبك. أخي أمين لا يريد أن يعمل تأثير IRO في ويندوز 7، ما الحل؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة لويندوز 7 وبالنسبة للصورة التي رأيت، فأنت أخي الكريم لم تعطيني الجرافيك كارد، ما هي سعة الجرافيك كارد؟ لكن على العموم فالمشكل أخي الكريم سيكون في الجرافيك كارد. إذا كانت الجرافيك كارد لا تتحمل الايرو لا يمكنك عمل الايرو، لكن يمكنك التحايل وعمل الايرو. يمكنك ان تشاهد حلقه كيف تفعيل الايرو، كيف حل مشكله الايرو على ويندوز 7، اكتبها في 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 قائمه البحث الخاصه بموقع محترف الحمايه، ان شاء الله ستجد مقاله كنت شرحت فيها هذا الامر قبل سنتين تقريبا. ثم في حالة إذا كانت هناك الجرافيك كارد لديك رائعة وجيدة، فيجب عليك لكي تفعل خاصية الأيرو أن تذهب إلى يعني ماي كمبيوتر، يعني نقرأ بزر الفأرة الأيمن بروبريتي، ثم تذهب إلى يعني خاصية اسمها يعني ستارت نوتين أو شيء من هذا القبيل، يعني أعطني وقت يعني ستارت سمثين، يعني في كلمة يعني إذا أنا أتوفر على هذه الخاصية. نعم ريتين، نعم سيستم ريتين، فحاول أن تعمل ريتين لحاسوبك وإن شاء الله سيتم تفعيل الخاصية. عندي سؤال آخر يقول: السلام عليكم أخي، هل هناك من وسيلة لربح المال عبر الإنترنت؟ وما مدى مصداقية المواقع الأخرى لربح المال غير عبر المجدي أم جهد كبير عبر الإنترنت؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة لربح المال عن طريق الإنترنت هو موجود، يعني فقط يبقى في اكتشاف الشركات وفي مدى خبرتك في التسويق الإلكتروني. إذا كانت هناك لديك أو لديك خبرة في التسويق الإلكتروني تستطيع جين المال. إذا لم تكن هناك لديك خبرة في التسويق المالي وليس لديك خبرة أو لا تستطيع استهداف شركات سابقة، فلن تستطيع ربح المال بطبيعة الحال. هناك عدة طرق لربح المال من الإنترنت، إن شاء الله فقط كن في الموعد. نحن لدينا الآن أو الآن نحن نعيش مشكلة خاصة في المغرب وهي مشكلة في اتصال الإنترنت. إن شاء الله سأستضيف وكنا سنستضيف الجمعة السابقة خبير في التسويق الإلكتروني، استطاع أن يربح يعني مبالغ مالية مهمة جدا. إن شاء الله فقط عندما سيصلح مشكلة الإنترنت سيتم استضافة يعني الأخ في أول جمعة بعد حل مشكلة الاتصال الرديء في اتصالات المغرب، وأدعو الشركة إلى إصلاح المشكل يعني من خلال هذا الفيديو، لأن في الحقيقة لقد طفح الكيل. عندي سؤال آخر هنا يقول: كيف يمكن تقسيم ويندوز إكس بي بدون برامج؟ أخي الكريم، ليس الأمريكا ويندوز 7، فلتقسيم ويندوز إكس بي يجب أن تستخدم برامج. يمكن أن يعني تذهب إلى برنامج بارتيشن ماجيك، فهو من أقوى البرامج وأقدم برامج في هذا الخصوص. عندي سؤال آخر: أردت وصل حاسوبين عن طريق كابل ريزو، اتبعت تعليمات في الحلقة لكن اصطدمت بعائق على وال جدار. نعم لديك أنت مشكل، لا بالنسبة لي أن ما اتبعته في الحلقة وربط الحاسوبين فيما يخص أن الجدار الناري الخاص بك يعني يتم تعطيله كل 10 ثواني فليس هناك علاقة. فقط المشكل أخي الكريم أنه يمكن أن يكون لديك يعني برنامج دار هو من يقوم بتعطيل يعني الجدار الناري. هذا تأكد أخي الكريم من خلو الحاسوب من تروجن، لأنه ممكن أن يكون تروجن هو من يسبب عطل في الجدار الناري أو تعطيل الجدار الناري، لأن الهاكر في بعض الأحيان يستطيع استثمار بعض الثغرات لتعطيل الجدار الناري. لهذا تأكد أخي الكريم من هذه النقطة. إذا لدي سؤال آخر: ماك أوس، هو أنه في الماك أوس في كمبيوتر يعني نسخة هاكينتوش، نسخة حماية من الفيروسات ومفتشات ومواصفات جهاز يعمل ماك أوس جيد. نعم أخي الكريم، إذا أنت تسأل هل نظام هاكينتوش
هل الماك يستطيع حماية، هل هاكنتوش يستطيع حمايتك بنفس الكفاءة يعني من الفيروسات؟ نعم أخي الكريم، فنظام الماك هو نظام محمي ونظام قوي جدا إذا ما قارناه مع أنظمة ويندوز، وبالتالي تستطيع حمايتك. عندما تستخدم الهاكنتوش فكن على يقين أنك محمي. فكما كان يعني محمي ليس بنسبة 100%، ولكن يعني مقارنة مع الويندوز فأنت محمي. فأنت محمي وتستطيع، يعني حتى في عندما يتم كشف فيروس أو تروجان يتم كتابة مقالات، لقد تم كشف تروجان، لقد تم كشف فيروس فينا. أما في الويندوز كم يعني عندما تتم كتابة مقالة عن فيروس أو عن تروجان يكون هذا الفيروس قد سبب خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا. فلهذا أخي الكريم، أو عندما يضرب منشأة أو شيء من هذا القبيل، غير ذلك فأي يعني الفيروسات هي كثيرة في الويندوز، وبالتالي فأيضا من نظام ماك هو أقواها و يعني من الأنظمة القوية جدا. إذا لدي سؤال آخر أو آخر سؤال. سلام أخي العزيز، لقد راسلتك العديد من المرات لم تجيبني. أنا أعرف أنك لا تقدر أن ترد على كل مشكلة، وأقدر جهدك وعملك وجزاك الله خيرا، ثم أرجوك أن تجيبني إن شاء الله. لقد تسجلت في موقع أوديسك وأرسل لي كارت بايونر. المشكلة أني أدخلت مهارات لا أمتلكها في أوديسك، فهل تنصحني ماذا افعل وما هي اسهل طريقه لربح اخي الكريم لربح المال؟ نعم اخي الكريم، بالنسبه لشركه اوديسك اذا لم تكن لديك مهارات لا تستطيع يعني استثمار هذه المهارات، فلن تستطيع او ليس لديك مهارات لكي تعمل في شركه اوديسك، لن تستطيع العمل، لان شركه اوديسك هي شركه فريلانس. يعني يمكن ان تعمل مع شركه اوديسك فريلانس، يمكن ان تعمل لوحدك فريلانسر. اوكي، لان فريلانسر هذا يعني انا مثلا انا اقوم بتصميم المواقع فاعمل يعني وحدي. اوكي، يعني فريلانسر كذلك بالنسبه للشركه تعطيك فرص يعني كثيره، يعني تعطيك فرص عمل كثيره. فاذا لم تكن تمتلك مهارات وليس لديك اي مهاره من المهارات المطلوبه والمتواجده في شركه اوديسك، لا داعي ان تعمل مع شركه اوديسك. للربح من المال هناك كما سبق لي واشرت وكما سبق لي يعني اجبت الاخ السابق، ففقط ان شاء الله يعني تابعني في او تابع اللقاء الذي ان شاء الله سيكون مع ضيف، وهو لحد الآن هو غير معلوم، كان معلوما لكن الآن غير معلوم، لأن المشكلة كما سبق لي وأشرت هي مشكلة اتصال. فإن الله فور أن يحل المشكل سيكون هناك لقاء بيننا، ويمكنكم أن تسألوا الأخ مباشرة، يعني ستكون إن شاء الله الاستفادة يعني على مستوى كبير جدا. إذا كانت هذه هي معظم الأسئلة التي توصلت بها باللغة العربية بطبيعة الحال. يمكنك أن تراسل محترفي حماية وراء الأمن بمشكلتك على رابط صفحتنا www.facebook.com/tshri.professional. اكتب سؤالك باللغة العربية وسيتم الإجابة عنه في حلقة المقبلة من دكتور تك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.